رح تابع معكم بمحطاتنا ريوة صارت موجودة معنا وعلى ساحة السلامة. اليوم كمان ريوة رح تخبرنا عن موضوع كثير أساسي واللي هو موضوع قديش الجسم بيحاول يخبركم أشياء، قديش بتسمعوا له أوقات، قديش ما بتسمعوا له أوقات، بتطنشوا عنه أوقات، ما بتنتبهوا. كل هالامور رح تخبركم عنها اكثر ريوة. صباح الخير. صباح الخير غيدا، صباح الخير لكل اللي عم تابعونا. ما بتسمعوا له بيزعل منكم. ما هيك بيزعل منكم، بدغري فرجيكم يعني بصير بتشوفوا شيء ما بيعجبكم. فاليوم الحلقه بدنا نعمل كويز سوا غيدا ومع المشاهدين، اذا فعلا بنسمع لجسمنا وشو عم بجرب جسمنا يخبرنا، لانه مرات ما تعلوا صوت التلفزيون يعني بتطنشوا عليه، تسمعوا حالكم مزبوط، لانه مرات ما بيكون يعني بيكون في مشكله صحيه لكن منا كتير بعدنا نحن حاسين بعوارضها، او في مؤشرات اوليه لإلها. الجسم بيعطيكي مثل هيك هنتس، بيعطيكي انه بدق لك الجرس، بضوي الضوء الاحمر انه انتبهي في شيء لحتى نتابعه عبكير. رح نبلش بالاسئله. اول سؤال، في كتير اشخاص بيعانوا من الهالات السوداء تحت عيونهم، ما هيك بيقولوا انا دائما عندي هالات سوداء تحت عيوني. هلا طبعا عامل الوراثي بيلعب دور، في عائلات عندهم اكثر من غيرهم، لكن بحال نحن ما عندنا بالعائله وبالاصل انا ما عندي هالات سوداء لكن لقيت هالفتره عم بيكون فيه، هل السبب ممكن يكون حساسيه او عم نفرك عيوننا كثير عم بيضايقونا يحكونا منشفين او عم ننام بوضعيه غلط؟ شو رايك؟ المفروض النوم، اذا الهالات السوداء ومش وراثيه او ما في تدخين وغيرها، اوكي المفروض قصه النوم، المفروض التعب بتصور يعني هو اللي عم بيأثر. أوكي. او هلا بهالحالات يمكن الحساسيه، لانه الحساسيه شغاله على كل شيء. مزبوط، حيلا شيء بنسعى الحساسيه، بنرش حساسيه، بندمع حساسيه، كله حساسيه، كله من كبار صار عندنا ستريس والحساسيه. مزبوط. لا هو الجواب الصحيح الحساسيه. ليه؟ لانه الحساسيه بتاثر على بصير في نوع من اذا فينا نقول الدالييشن او التوسع بالشرايين بهالمنطقه، وبالتالي بتصير اغمق، وخصوصا انه بصير في كونجستشن او احتقان بمنطقه الانف. هلا اللي قلتيه النوم بوضعيه خطا، هذا جواب غلط لهالسؤال، لكن بتعرفي على شو بياثر؟ على الانتفاخ بالعيون. ايه مزبوط، يعني بيعمل الجوره تحت العين. ايه، او بتلاقي عيونك ثاني يوم منفخين. ايه هيدي بتكون وضعيه النوم غلط، فبتلاقي هيك الجفون منفخه او تحت العيون منفخ، هيدا وضعيه النوم. لكن يعني النوم خطا، يعني قله نوم صح يعني سليم، قله نوم سليم، او يعني وضع يعني وقت كافي ما نمتي وقت كافي، او حتى الوضعيه يعني بهالحاله شوي يكون الراس شوي اعلى من الجسم لما يصير احتقان. اوكي طيب، كمان بنعرف انه البول والخروج هن من المؤشرات الاساسيه، من هيك لما بنعمل فحص روتيني بنعمل فحص دم، اليورين تيست البول، والستول تيست الخروج، هدول اللي بيكونوا بخبروا الطبيب اذا في اي مشكله معينه، هن الانديكيتورز او المؤشرات. فاذا كان لون البول اصفر غامق، هيدا شو سببه؟ تعب مفرط او نقص بالمي او شربتي ليموناده كثير اصفر اليورين؟ حذروا فذروا. شو رايك؟ لا اكيد قصه النقص بالمي بتصور. طبعا قصه النقص بالمي، من شربوا مي يا جماعه عن جد كثير مهم، وكنا سوا بالحلقه غيدا الاسبوع الماضي انه قد ايش شرب المي مهم لوظيفه الكلى تمشي مثل ما لازم، ونساعد الكلى انه تخلص الجسم من كل الفضلات اللي ممكن تتراكم وتاذيه، ولنتفادى كمان البحث بالكلى او الكيدني ستونز. اوكي، وهلا جايين على صيفيه فبدنا نشرب مي اكثر. طيب لما بتكون الاظافر متعرجه وكثير رقيقه وكانه مقلوبة شوي لبرا، ومنحسها منقول هيك عم تقشر، يعني كأنه الأطفر بتحسيه بيعمل طبقات وبيقشر، شو ممكن يكون السبب؟ نقص بالحديد، أو الأشخاص اللي كتير بيأكلوا ضفيرهم عندهم هالمشكلة، أو كمان الديهايدريشن أو التجفاف؟ لا بتصور حديد مفروض اكثر. مزبوط، الحديد صح. هو من اهم او اكثر من الكالسيوم، الحديد بيفيد بيأثر يعني على الضفير. صح، وحده من المؤشرات انه عندنا نقص بالحديد هي بنشوف الاظافر صارت ارق و بتكسر دغري، بتكسر ومثل هيك بتعمل طبقات بتنسل اذا فينا نقول بالعامية، او هيك كانه بتقشر وبنشوفها كانه يعني كونكيفد او مقوسه هيك لبرا. اكيد في مؤشرات ثانيه لنقص الحديد، التعب، بنحس حالنا
حالنا بنبرد اكثر، بنحس حالنا اقل مجهود بتعبنا، يعني بنصير عم نلهت ما قادرين نتنفس، يمكن اذا طلعنا درج او مشينا من باب البيت للسياره او كنا عم نعمل رياضه، يعني اقل مجهود بنتعب فيه هيدا كتير. بنقص الحديد بنقص كله. الحديد اي طبعا. طيب اذا كنا كل ما بدنا ننظف اسناننا الفلوسنج بالخيط بينزل دم من اللثه، شو السبب؟ تعصيب وتوتر او مشكله باللثه يعني جنجيفايتس او التهاب بالفم؟ لا اكيد مشكله باللثه كمان. مشكله باللثه طبعا. كمان اهم مؤشرات انه عم ببلش عندنا مشكله باللثه هي انه اول ما نعمل فلوسنج، حتى في اشخاص اول ما يحطوا الفرشايه يعني اول ما الفرشي بنلاقي بينزل دم، وحتى اذا بنطلع بالعين المجرده على اللثه بنلاقيها محمره هيك كانه منفخه شوي، منا لون الزهر الحلو، لون الاحمر الاغمق، وبنحسها كانه هيك مورمه او منفخه شوي. فمن هيك مشاكل اللثه بتبلش بهالمؤشر الصغير، واكيد هون النصيحه ريجولر تشيك اب، اكيد النصيحه نفحص اسناننا بصوره دوريه. الوضع الامثل اذا كنا قادرين بالوقت وبالماده كل 6 أشهر يكون في تنظيف للاسنان اللي هو بروفيشنال تنظيف عند طبيب الاسنان لحتى نتفادى مشاكل اللثه، اذا ما قادرين على الاقل مره بالسنه بس مش اكثر، لانه قد ما نحن فرشينا وعملنا فلوسنج ما رح نقدر ننظف الاسنان مزبوط ونحافظ على اللثه. ثاني شغله لنتفادى مشاكل اللثه وخصوصا الجم ريتنشن اللي هي مع العمر اللثه هيك بترجع بتنحسر لفوق شوي بيكشفوا الاسنان، فهو نفرشي بطريقه صحيحه من فوق لتحت ومن تحت لفوق لما يصير في تراجع باللثه، والفلوسنج شغله كثير منيحه. صحيح. تنظيف بالخيط، اوكي؟ طيب اذا نحن ما عندنا مشكله قشره، السؤال اللي بعده بالمرة، في أشخاص كمان عندهم إياها مشكلة بتطول شوي، عندهم مشكلة القشرة أو بيعانوا منها يعني، والقشرة عندها مسببات عديدة يعني ما فينا نقول في علاج واحد لحيلا قشرة، ما في وان سايز فيتس اول، كل قشرة عندها المسببات تبعولها وعندها العلاج تبعها، لكن إذا ما عندنا نحن قشرة بالمبدأ أنا ما بعاني من هالمشكلة، لكن فجأة بفترة معينة حسيت إنه فجأة عم بيصير عندي قشرة، شو السبب؟ هل ممكن يكون الستريس، ضغوطات الحياة اليومية، أو نوع الصبغة اللي عم بستعملها منا كتير منيحة، أو كمان وضعية النوم منا صحيحة؟ بتصور الصبغة الصبغة بتأثر كمان، تصور كمان التقص اوقات بس مش ايه مسكوري بس صح. هلا الصبغه يمكن ما لها علاقه مباشره الا اذا عملت نوع من الحساسيه، ايه الصبغه اذا ما بتناسبنا بتعمل نوع من الحساسيه بصير تقشر فروه الراس او بصير بتحكي كثير او بتحمر وبتضايق. وضعيه النوم اكيد ما لها علاقه، الضغوطات اليوميه لها علاقه، هلا علاقه بكل شيء مش معقول ضغوطات اليوميه مثل ما قلنا هن الحق على الحساسيه والضغوطات اليوميه خلص بنعلق الحق عليهم، بس عن جد نعمل حلقه للحلول للضغوطات اليوميه خلص حلقات عليك. عن جد خلص وعدينا بدك مجلد كامل خلص عن جد بقى الضغوطات اليوميه يعني الستريس، يعني لما بنكون عم نمرق بفتره عندنا شيء اساسي بحياتنا، مشكله كبيره بالشغل، مشكله كبيره بالعيله، خساره شيء كبير بحياتنا، بنلاقي هالتغيرات هيدي لانه هرمونات الستريس بتعلى بالجسم، وهالهرمونات اللي لها علاقه بالستريس هي بتنشف جلده الراس او فروه الراس، وبالتالي بصير عندنا هالقشره. طبعا في اسباب كثير للقشره، في انواع من الفطريات، في تغيرات هرمونيه، في مثل ما قلنا مرات الطقس اذا كثير ناشف ونحن عندنا شعرنا ناشف يعني فروه الراس ناشفه فبصير فيها القشره، لكن اذا انا فجاه لاحظتها وكنت عم بمرق بوضع معين بحياتي فممكن اعرف انه الستريس هو احد المسببات. اخر سؤال، اذا كنا عم نعمل يعني واكس او شيفينج لمنطقه تحت القبط، اوكي، ولقيت في منطقه يعني تحت القبط الجلد خشن وشوي اغمق من العادي، فشو ممكن يكون هيدا مؤشر لشو؟ اثار تعرض للشمس، حساسيه كمان، او امكانيه مرض السكري؟ ما بعرف كعيد إمكانية مرض السكري. ايه حسيت وهيدي بينت جديد إنه ممكن يكون لما تغير بلون البشرة وخصوصا بمنطقة تحت القبط ممكن يكون مؤشر لارتفاع السكر بالدم. من هون بهالحالة نحن بنروح نفحص معدل السكر بالدم وبنشوف، لأنه مثل ما قلنا لما تبلش عندي عوارض العطش المفرط والتبول كتير هيدا بيكون دخلنا مرحلة السكر، يعني صار 200 وطلوع، فأنا بدي كل ما اكتشفت بكير بفحوصات روتينية كل ما قدرت أمنع إني أدخل بمرحلة السكر.
اكيد يعني حيلا مؤشر بسيط دغري دغري نراعيه لحتى نسمع لجسمنا. صحيح، شكرا كثير رواد، شكرا لك. اكيد رح نتابع بعد لحظات مع زينه واجندا، خليكم معنا.